واحد بيقول ما موقف الذين ذهبوا الى القدس هذا العام من التناول. المثل بيقول ابن الطاعة تفل عليه البركة والمخالف حاله تالف، فدل عليهم احكام، ولا يستطيع احد ان ينجيهم من هذه الاحكام. اذا كانوا ما يعبروش رئاسة الكنيسة كلها يبقى دول لازم يتأدبوا. واحد بيسأل يسأل من الآباء كان يقول هل الحزمة ما زال قائما؟ أيوه. وهل يرفع بالاعتذار في الجريدة؟ لا، ما دي لعبة، ما بقتش نفع. يعني واحد يقول أخالف وأروح وأعمل زي ما أنا عايز وكلها كم جنيه إعلان في الجورنال وخلصت الحكاية وتبقى رجعت ريمة لحالتها القديمة. واحدة من دول برضو بتقول أرجو إنك تسامحني رجاء محبة، أن تسامحني على السفر إلى القدس وأنا امرأة مسنة ومريضة بكثير من الأمراض. ما دام مسنة يبقى عاقلة، مش طفلة طايشة. ودام مريضة بالأمراض يبقى ما تخلفيش وأنت مريضة وتجيب لنفسك ذنب وأنت مريضة. الأدب كويس ليك أيتها المسنة.